يلا اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من تقريبا احنا حدا القنصليه الجزائريه. وقفه ديال مواطنين غيورين على البلد ديالهم. وقفة كنسنكرو اخويا، كما كتشوفوا راه كيمنعونا على هاد الوقفة، كما كتشوفوا واخا غادي يمنعونا حنا غادي نعبروا على وليداتنا اللي ماتوا. كما كتشوفوا هادو راه وليداتنا اللي ماتوا، راه ما ماتش شي حد، هادو راه ولادنا، هادو ولادنا معاك راه ماشي باش نهضر ماشي برايس باش يفرحوا في البلاد ديالنا، حتى كنتفاجئوا انهم باش يقتلوهم هاد الناس، هاد اعداء الله واعداء الوطن. حنا كنقولوا ديما خاوه وقف. حنا كنقولوا ديما خاوه حتى كنتفاجئوا بهاد الشابين اللي كنشوفوا انا وقتلهم في السعيديه. شنو ذنبهم هاد الناس؟ شنو ذنبهم؟ وحنا الان كنتمنعوا من هاد الوقفه، ما عرفتش علاش كنتمنعوا من هاد الوقفه. علاش؟ واش حنا درنا شي حاجه ماشي هي هذيك باش نتمنعوا؟ شفتي داكشي اللي وقع؟ اخويا شوف هادو الدراري الاعيان اللي ديالهم، واحد معتقل، واحد اعتقلوه تما كاين، وواحد باقي الجثه ديالته ما جاتش اخويا، 18 شهر وباقي واحد صاحبي تما كاين. اللهم ان هذا منكر، وحنا ديما كنقولوا خاوه. اللي بغاو الجثه ديالها يجيبوها ما خلاوهمش. هاد الشكل كما كتعرفوا عليه المشكل، راه وحنا راه ما دايرينش شي حاجه اللي ماشي هي. الاخوان جينا اليوم كنتضامنوا مع اسر الضحايا، خوتنا مغاربه اللي توفوا برصاص الغدر ديال هاد الناس هادو اللي هما كيكنوا العداء للمغرب. وحنا الحمد لله كمغاربه التاريخ يشهد بذلك، المغرب دائما كيتعاون مع الجزائر، ولكن اليوم علاش قتلوا الاخوان ديالنا؟ وحنا جينا سلميين نعبر مع الوطنيه ديالنا تضامنا مع اخوان ديالنا الشهداء اللي استشهدوا وسط البحر، اللي مشاو بجوله سياحيه، وتنطالبوا ارجاع الجثث ديالهم الى ارض الوطن. والجزائر راه شي عرفوا شكون هما المغاربه، المغاربه هما اللي ضحوا بالغالي والنفيس لاسترجاع الاراضي ديالهم، وهذا الشيء قالوا على لسان الرؤساء اللي سبقوا وحكموا الجزائر. حنا حاليا كنعبروا على السخط ديالنا تجاه المجرمين القتله الارهابيين اللي قتلوا الاخوان ديالنا مع الشباب ديالهم. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. والحمد لله عند الله سبحانه وتعالى غادي يكون الحساب. حنا كحقوقيين عندنا الحق نرفعوا الشعارات ونتشدوا لعداء الوطن. حنا ما عندنا حتى مشكل مع العبر، حنا جينا نهضروا ونعبروا على السخط ديالنا والتضامن ديالنا مع الاسر. هادو خوتنا ورعايا صاحب الجلاله، خاصنا نهضروا عليهم. ما يمكنش غنهضروا على هاد الناس اللي توفوا، وتنطالبوا باش هاد الناس يدفنوا ارض الوطن. وتعازي ديالي الخالصه القلبيه الصادقه للعائله ديال الضحايا، وكواحد من 40 مليون مغربي كنستنكر ما وقع الاخوان ديالنا المواطنين المغاربه. هذا هو اللي كاين، حنا ماشي جينا نديروا فوضى. ناس وسط البحر وسط الماء كان عليهم يتعاملوا كما تعاملوا المغاربه اللي لقاو بعض الناس حتى هما دخلوا للتراب الوطني، ولكن ما ضربناهمش برصاص، تعاملنا معهم انسانيا. علاش ما تعاملوش معنا انسانيا؟ حنا نطالب اقصى يعني القوانين اللي كاينه معمول بها في العالم ندينج. الشباب المغاربه ملي كيحرجوا الصبليه وكيشدوهم تمايا وكيجيبوهم. شوف اسيدي ما خافيه كان اعدم، حنا هاد الناس هادو كنطالبوا باش ترجع لنا الكرامه ديالنا ويرجعوا الاخوان ديالنا الشهداء لارض الوطن. خويا نطالب كما قلنا باش يجيو الجثث ديال الضحايا لارض الوطن يدفنوا في البلاد. هادو خوتنا وغنبقاو نهضروا اليوم وغدا. كيفاش جاتك شدوه اليوم؟ غدا تحكموا عليه بعامون. باش نخرجوا من العصبيه ومن الامور، بغينا نتهدنوا شويه نظرا للظروف الصحيه الحمد لله. اللي بغينا نقولوا هما خصهم يعرفوا هاد الجزائر
ان المغرب دافع على الوحده ديالهم الترابيه، وبان المغرب ساهم في بزاف باش رجعوا ولاو حتى هما يعني كيتمتعوا بالحقوق ديالهم الكامله. ولكن علاش تعاملوا معنا انتم المسؤولين الجزائريين بهذه الطريقه؟ وتحيه للشعب الجزائري، خوتنا الجزائريين عايشين معنا وتعرفونا وتنعرفوهم. حنا عندنا هذوك الناس اللي كيكنوا لينا العداء، ماشي حنا اللي كنكنوا لهم. هذه مساله ويعني هذا الشيء راه هو واضح وبين، وحشومه وعيب وعار، وجميع المواثيق الدوليه كتنفي هذه المعاملات. هذه هي اللي استشهدوا عليها. نعم، فكنشكروك سي سعيد واسمح لي من باب الغيره ومن باب حب الوطن على تنتكلم لا غير. خويا حنا بالنسبه لهم هما، اسمع خويا بالنسبه لهم همايا شدوا هذه شي 10 ايام جزائريين وحلوا تما في السعيديه وسلموهم لهم هما، حنا سلمنا لهم ديالهم وهما يقتلوا لنا ولادنا. علاش؟ علاش ما يعتقلوهمش؟ ولكن هما الهدف ديالهم خمسة الرصاصات. ها؟ عام ونص تحكم ما فهمناش، وما داش ثلاث ايام نهار يومين يحكموا عليه. هادو الناس عندهم حق، حق لعند البلد، حيت شافوا هاد البلاد كتزدهر والحمد لله. وعاش الملك وتحت شعار الدعيم، الله الوطن الملك. الله ينصر سيدنا، الله ينصر الملك، الله يخلي لنا الامن ديالنا اللي كنتمتعوا بالحريه ديالنا وكيحميوا الممتلكات ديالنا وكنعتذروا. هذه جابتنا الغيره وجابتنا بزاف الامور، والله العظيم ما فيناش المرض وجينا وكنعتذروا للجميع هنا. ولكن هذه قضيه وطنيه سلميه 100%. وتحيه لكم من زكريا هروش. شكرا زكريا هروش، شكرا شكرا. احنا يعني كمنتدى وطني لحرية حقوق الانسان، كابناء الدار البيضاء، جينا اليوم امام القنصليه ديال الجزائر باش نعبروا على الاستنكار ديالنا وعلى السخط ديالنا للتصرفات ديال خوتنا الجزائريين. احنا الا جاوا الجزائريين عندنا غنستقبلوهم بالورد وبالتمر وبالحليب، لان خوتنا هادو احنا مسلمين الحمد لله امه وحده. للاسف الشديد كنشوفوا هاد الناس هادو حاملين واحد الحقد كبير للمغاربه، وانت شوف كيفاش ان الشباب ديالنا على السواحل في جيتسكي وهذا يعني على مستوى السعيديه وكيدوروا ظلام بهم الحال بالليل، وداك الشيء ما عتقوهمش وما رحموهمش وتيروا بهم بالقرطاس. علاش حنا دابا كنشوفوا الحراقه في الصبليون واحد العدد من الدول اللي هما ماشي مسلمين كاع وما كيتيروش بالقرطاس اصاحبي؟ وعلاش حنا عرب مع بعضياتنا ومسلمين وتيروا بالقرطاس؟ اللهم انا منكر. هذا المشكل ديال القاده الجزائريين. شوف كيفاش جلاله الملك الله ينصرو في الخطابات ديالو كيدعي الامه ديالو، كيدعي الشعب المغربي انه يمشي في السلم ويمشي في السلام مع خوتنا الجزائري، وكيقول لهم اودي راه ما نضروكمش راه ما نمسوكمش، ولكن بالمقابل الله يحد الباس كنطلبوا من خوتنا الجزائري الشعب الجزائري يثور في هذه اللحظه، لان هادو راه وليداتهم حتى هما اللي تقتلوا. راه حنا نساب، راه حنا عائله، راه حنا هذا ميساج بغينا نوزعوا لهم. اولا وعلى اي فاحنا كنطلبوا هذا الميساج بين هذاك الوليد اللي تما يطلقوا الصلاح ديالو، الوليد اللي باقي تما يجي للمغرب باش ندفنوه باش العائله ديالو ترتاح، باش العائله ديالو تبرد. وهذا وخصنا نطفيو هذه الصفحه هذه. حنا ما كنقلبوش على الفتنه وما كنقلبوش على البباله، وانما كنقلبوا على اننا ندوزوا رسائل لخوتنا في الجزائر. راه حنا المغاربه كنحبوكم وكنبغيوكم، كنبغيو الشعب الجزائري. المشكل في القاده الله يهديهم، راه كيقلبوا على الفتنه مع هذه الامه هذه. هذه امه مسالمه وما عمر غيكون صداع وما عمر غيكون الحرب ما دام كاين محمد السادس على راس الدوله، لانه واحد الملك حكيم ورازين ومسالم. وانا كنشوفوا هذا الرئيس ديال الامبراطوريه المغربيه، راه رئيس ديال الامبراطوريه كلها. انا نتمنى من الشعب الجزائري يتبع الرئيس ديالنا الملك ديالنا محمد السادس في الافكار ديالو، في الحكمه ديالو، في التبصر ديالو، ما يتبعش هذوك القاده، هذوك خبز نازه وبيعه وشرايه، هذوك كيقلبوا على الحرب، كيقلبوا على الدم، وكيقلبوا انه يصدروا هذاك التخريب اللي داروا، هذاك الفلوس اللي داو الشعب وهذاك الشفره اللي شفروا، كيبغيو يصدروا هذا الشيء مع هذه المشاكل مع الشعب المغربي. للاسف الشديد. كسؤال اخ، كيفاش كتشوف الرساله ديال صاحب الجلاله اللي فيها السلم ورجال ديال الجزائر اللي فيها الدم؟ وشوف احنا كحقوقيين في الدار البيضاء، كمنتدى وطني لحريه حقوق الانسان، كنقولوا لا مجال للمقارنه ما بين رئيس الامبراطوريه المغربيه محمد السادس وواحد الشله، واحد الشرذيمه اللي جات كتحكم واحد الدوله وباغا تاخذ غير الخيرات ديالها، باغا تقسم غير الثروه ديالها، لا اقل ولا اكثر.
بالعوض باش يشوفوا في الشعب الجزائري اللي محن ومكرفص والله مطالع به كيصدروا المرض ديالهم مع خوتهم المغاربه. المغاربه مسالمين يا اخي. حنا رسالتي اولا هذاك الوليد يجي يتدفن هنا في المغرب، الاسره ديالو كتسنى فيه، كنطلبوا وهذا الميساج كندوزوا للشعب الجزائري، كندوزوا للعقلاء ديال الجزائر، ينوضوا يتوروا تما ويقولوا عطوا هاد الوليد البلاد ديالهم. المغرب لا باغي معنا السلم وباغي معنا السلام، راه ما خيفش منا. المغرب الحمد لله مجهز مسلح، الشعب ديالو والامه ديالو والشباب ديالو موجودين انه يدير بزاف ديال الحوايج، ولكن تابعين رئيس الدوله اللي هو ملك البلاد محمد السادس الله يحفظه الله ينصرو، اللي هو حكيم ورزين وعاقل، بينما هذوك الناس الله يهديهم عندهم ناس اللي كيشرفوا عليهم راه دون المستوى، وخاصهم يتوروا عليهم باش يبدلوا هذاك النظام ويجيبوا شي نظام زوين اللي تبيشى معنا واللي نزيدوا كلنا كأمة واحدة ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتحية طيبة وتبارك الله عليكم. شكرا معنا مشاهدي قناة شوف تي في. مغاربة غيورين على الوطن ديالهم اللي ما قدروش يصبروا وداروا وقفة سلمية وقالوا داك الشيء اللي عندهم في قلوبهم. كما شفتوا معنا مشاهدي قناة رشيد، ارجع شويه لورا رشيد. كما شفتوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، رجال الامن ومواطنين كلهم في واحد الوقفه سلميه. رجال الامن محتارمين المواطنين، محتارمينهم بزاف، والمواطنين ديالنا حتى هما محتارمين رجال الامن. شكرا مشاهدي قناة شوف تي في اللي بقيتوا معنا وتبعتوا معنا البشر ديالنا. وجيت باش نخرج بوقفه سلميه، ها هو هذا هو الدليل انه وقفه سلميه. هذا احنا ما جيناش باش نضاربوا ولا اهروس فين مشى؟ المره الاولى كنديروها، لا ماشي المره الاولى. اهروس ملي دخلت الميريكان وانا كندير هذا الشيء، نديروا فابور ونربح المنتخب 300 ريال على كل شيء. عليكم مشاهدينا الى حين بشير اخر ان شاء الله. هذا كل شيء كنديروا من جيبي، ها هو الفابور هذا هو الاول. ما